يو السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا كي جيناكم عجيبين يا سلام. السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم كلكم بخير وعلى خير. اليوم هازين الدار وغادي نمشيو نغيروا واحد شويه الجو في البحر. شكون اللي بحالي حتى كيسالي الصيف حتى يتوكرم؟ دابا الجو صراحة اوكي، يعني نستحملوا اننا نجلسوا برا، لان ما شاء الله تبارك الرحمن الحراره اللي تكون هنا صراحه صعيبه. من الناس ما شاء الله تيمشيو للبحر، ف غادي نمشيو اليوم. خليت الشيفور مشي دابا يدوز على بابا والدراري باش يجيو نتلاقاو تما ان شاء الله، وغادي نمشيو وندوزو واحد العشيه زويونه ان شاء الله. وجدنا كل شيء القليه وداكشي ديال تراديسيونيل المسمن، القهوه ديالنا درت انا صوبت كرك، ونمشيو نغيروا الجو نضحكوا ونشطوا، وانتم معنا تعيشوا معنا اجواء زويونه واجواء عائليه. فخلوكم معايا انتم تغيروا النفسيه. بزاف ديال الاخوات يقولوا والله يا مريم تتفكريني في والديا وديك الجمعه ديال العائله. هادشي اللي كنبغيو نبارطاجيو معاكم، الاشياء اللي زوينه والاشياء اللي غزاله. فدابا غادي نجيو نعمروا لالا العروسه بالبترول حيت فيها الجوع. والله الا نمشيو ان شاء الله. والله الا تشبع شويه. زين جالسين وهاد الفيار ما بغى يخلينا نجلسوا. درنا لينا نعمه سيادي هنايا كرك، ودايره للوليدات بلوبيري، والوالده شاده العصه، شاده العصه على الدراري جايين. لا لا كنشوفك من القنت غنقول لهم فيك. قالها شوف الوالد، شوف الوالد جاي دابا مضادر. والله حتى الدراري كيتهلاو فيه تبارك الله عليهم. شوف الله يحفظهم يا ربي. مرحبا 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 مرحبا، وزيد القدام. مرحبا وزيد القدام. مرحبا 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 مرحبا. نورتينا الوليد، كي داير؟ ولاباس عليك؟ الحمد لله على السلامة. زوينة الدنيا؟ زوينة الدنيا بابا؟ بابا ما يمكنش كمية اللذاذة في هاد الشيء. البنات اللي عايشين هنا في الإمارات جربوا هاد الخبز المحمص مع التشيدر تشيز. واو البنة وتبارك الله الأخ أمين. وراش هذيك شكون كيفاش كلشي كيصيب عالم. كيشبه واحد اللعاب في المنتخب الوطني ما شاء الله. وهنا الوليد والوليدة ماي مادر، كنعيشوا الحياة الحمد لله. اللهم لك الحمد. أجواء غزالة الصراحة تبارك الله، داكشي رائع. بابا صحة وراحة، صحة وراحة. إيوا ما عندنا صغار خوتي جايين نلعبوا في ديك اللعبة بحال هكايا اللي فيها ديك الزليقة اللي كيركبوا ربعة الناس تبقاو تبيضالي وتدخلوا الدار، ولكن قالوا لينا سلام للأسف حيت غربت الشمس صافي وقالوا لنا سلام. ماشي مشكل، نمشيو دابا نجلسو. دايرين مجيب معاه خوتي باقي ما تغداوش، دايرين كليسة وهذا، جايبين السمنات والخمير اماراتي. المهم الواحد يغير جو ويضحك وينشط، هذه هي اهم حاجة. ياكل لا، ولكن المنظر واعر واعر والله العظيم اخوتي. لواحد الاجواء زوينة هنايا ياك ماما. هدوء وطمأنينة. انا غندور لكم تشوفوا واحد الفيو زين. شوف شوف اول فيو هو الوليد. المنظر زوين. هو الاول، انت هو الاول. والفيو الثاني شوفوا هنا برج خليفه، داكشي زوين. بعد كاين واحد بحال اكوا بارك لهيا، داكشي زوين الصراحه هنايا في لا مير. والدراري راهم لاعبين كره مع واحد الدراري اظني ما عرفت واش اردنيين والله اعلم. المهم كيلعبوا معاهم، الواحد يغير الجو صافي. ياك بابا غيرتي الجو. نظرات الحب، شوف الحفيد كيشوفك. الحمد لله. وين با؟ فين با؟ عزيز عليك ها؟ ها؟ اي والله يخليك لينا الوليد. ايوا عاد سالينا حنايا خوت با امين با ياسين. يلا جمعنا قشيشنا ما نباتوش هنا. عاد 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 مديدة. بس الجو زوين صراحة. عرفتي ولا مير صراحة واحد المنظر رائع. يعني الناس اللي غيزوروا دبي صراحة ننصحكم تجيو هاد البلاصة لأن غزالة ما شاء الله. كلشي متوفر، دايرين الناس دوش فين يدوشوا فين يبدلوا، كلشي موجود اللهم لك الحمد.
ايوا جينا خوتي ذكرى المولد النبوي اكيد حنا ما تنحتفلوش بها بس واحد المناسبه اللي كبرنا عليها انا تنديرو حنينه جايين عند اختي سميه تدي لينا حنينه شكرا بزاف على الزياره كاع اللي جاوا اليوم نتمنى تكونوا فرحتوا راه هادشي كله مجاني هلا ما شاء الله عليها الصراحه تفرحوا هاي السيده اللي تحتنا ما شاء الله حنينه ضحك على انا تلقيت غير في الشارع هذه راه من الشارع بصح واللي عنده فلوس يعطيه فلوس مرحبا وكله وجهد اختي اللي باغي يخلص يخلص اما اللي باغي فابور بالعكس السيده مسكينه فاتحه بابها ما شاء الله الله تتفرح راه داك لو جيست فلوس راه كيمشي وفلوس راه حنا اللي تنديرو مع خوت فلوس كيمشي ويجي جي والله الا غير داك الوجيه وداك الرقيه الزوين الانسان شكون في هذه الدنيا ولا في هذه الغربه غتجي وتفحل محلها وتقول اجي وبنات بلادي ونحني لكم وتخلي وقتها وبنات كيجيو ما شاء الله راه ما يمكنش لا يقدر يعني بالعكس الواحد يفرح خو مسلم باش ما قدر وغنقول لك واحد الحاجه اللي دائما تنقولها حتى البنات اللي عندي كاينين شي طرق ديال الاجر وديال فرح الناس والو يعني كل واحد في مجال عمله مثلا دابا انا شغلي هذا يعني باللي عندي بالمستطاع ماشي ونفرح ناس اخرين وكل واحد في مجاله يقدر يعطيك ربي ما تيديش حتى شي عمل ما عمرك تحطي في بالك ان ربي غيخليك حتى حاجه ما كتبقاش ضايع مادام النية صافية وما تيكيلش خوه المسلم ولا تيأدي خوه المسلم دايها في راسو الحمد لله عندك من الشخافي وربي موفقك حبيبة ديالي الحمد لله بيكم اختي موفقين جميعا يا رب امين يا ربي امين الله يحفظنا يا رب واجيبنا المميمة نوضي خالتي نوضي عواشر الله يلهينا نديرو لها حنينة الوليدة او خوتي وكاع سينا انا باقا مبنجه قسما بالله الا بامي كامل مخطر فرحان بالمحل تسلم ايدك ما شاء الله تسلم حبيبه مبروك حنة امك الله يبارك عليك في الجنه يا رب امين ويحن علينا وعليكم هاي 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 على ماما ما شاء الله بالصحه والراحه الله ماك سمعوني عليها بالله رزقك جايبك الله العظيم رزقك جايبك شكرا الله يحفظك صحتك الله يسهل عليها ان شاء الله يفيد عليها الخير ان شاء الله ما تعرفوا منين جا امين وجعل قدامنا ديال الخير امين الحمد لله قدامنا ديما ديال الخير دائما الخير جاي الله يجمعنا ديما والله فيما صدمتي هذاك تما الخير البركه 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 والخير الله يحفظ لينا الوالدين بيهم وملا بيهم حنا والو الله اختي سميه ديما مكبره بيا الله يكبر بك والله يكبر بك اخويتي الله يطول لي عمرك صحتك سالينا خوتي نمشيو دابا للدار تقدينا ما شاء الله شكرا بزاف لكاع البنات اللي يجيو من طرفي ولا يديروا فيا الثقه لان فعلا اشياء زوينه واشياء تستاهل وحنا كاملين بنات بلاد وحده يعني لازم نكونوا مع بعضياتنا وهذا كله ودابا خدينا انا وماما انا خديت جوهره وماما خدات واحد المخور نغيروا به نلبسوا الجديد غدا ان شاء الله العيد ماشي اللي كاين وطلبت عشيه من طنجين وطنجيه جات في خاطري كفيته لان نفس ما وريتكم قبل في الفيديو لان حيت الهوليوود سمايل اللي كنت دايره قبل دابا دايره غير مؤقت ان شاء الله بمثاله السنان ديالي اليوم درت واحد العمليه بسيطه بالنسبه للعظمه ديال الفك وبالنسبه للثق درنا تنظيف عميق للاسنان وهذا الشيء كاين الوالدة حنات الله يحن عليك شكرا المكتبة والله ما ديرها في بالي الحمد لله قالت لي تحني قلت لها بسم الله بصحتك تحني بالصحة والراحة تستاهلي كل خير هذا الشيء كاين الله يدير بحالك مشيو للدار انتم معنا انتم خوتي شوفوا الخاطر شنو تجهيز غير كفيتها كفيتها بشوية غناكلها هاك ناشفة بالصحة والراحة